هذا هو الجلاس ولا بلاش، بجوج مكونات فقط، لا ثالثة لهما، بدون كريمة سائلة ولا شونتي ولا طراب. جلاس معلق ومشكلط، حضريه على وقفة غيتخاطفوا عليه الكبير والصغير، أحسن من الجاهز بألف مرة. جربيه وردي عليا الخبر. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، ومن البارتاج علاش لا، باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى. ما عليهم إلا يفعلوا جرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعو بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. والمكون الرئيسي والأساسي في هذه الوصفة البنان، أي الموز كيف ما كنعرفوا دابا الحال سخون، وكنجيبوا الديسير دغيا كيطيب لينا دغيا تيهرى لينا. عندنا هنايا الموز، الا بقى لكم البنان وشتوه قرب يطيب وما تنكلش ديروا هاد الوصفه ديال الكلاص، كتجي خطيره ورائعه. عندي هنايا تقريبا واحد 4 ديال الحبات ديال الموز اللي يكونوا كبارين، يعني في الوزن تقريبا واحد 500 غرام ديال البنان، اي نص كيلو، يعني على حسب نتوما غتخدموا باش ما بغيتوا، غير بالمكونات والمقادير اللي غنعطيكم مضبوطين، ما كنجمدوه ما حتى شي حاجه نهائيا. تنقطعوه قطع صغيره باش يسهل علينا في مرحله ديال الطحن. وعندي هنايا الشوكولاته حوالي واحد 150 غرام ديال الشوكولاته، من الاحسن تكون نوعيه جيده، اي تكون فيه واحد 55% من الكاكاو المر، كيجي المذاق ديالو رائع وكيطلع لينا بداك القوام نفسه. كيف ما كتشاهدوا معايا، خديت هنايا الموز قطعناه لقطع صغيره وذوبنا الشوكولاته في ميكرو اوند او في حمام ريم بدون اي اضافات. كناخذ هنايا داك الموز، كنت غادي نطحنه في الخلاط، رجعت نطحنه في بغاميكسور. انت طحنيه في الخلاط، في البغاميكسور، في البلاندر، في اي حاجه، المهم خصو يتطحن كيف ما غتشاهدي قدامك سيداتي في الصوره. عندي نص كيلو ديال البنان، كنعاود معكم المقادير، وعندي 150 غرام ديال الشوكولاته اللي ذوبناها، كنفرغو مباشره وكنطحن هنايا بالبغا ميكسور جيدا، كيتطحن لينا بكل سهوله حتى كيتطحن كله هو مزيان مزيان، وكنحصلوا عليه بهذا القوام هذا. يعني درتو نص كيلو ديال البنان، كديروا فيها من 150 حتى 200 غرام ديال الشوكولاته، ما تزيدوا ما تنقصوا، نقصتوا البنان كتنقصوا الشوكولاته، نتوما غاديين بالمقادير يكونوا غير مضبوطين وما كاينش حتى شي اشكال. من بعد ما طحناه كنوضعوه جانبا، كناخذوا هنايا القوالب اللي غنديروا فيهم الكلاص. ممكن تستخدموا هادو، ممكن تستخدموا غير القريعه ديال السيترو ديال الماء المعدني ونفرغوا فيها السائل، وعاد كنديروا الثقوب وكنديروا هاد العويدات. الطريقه راها معروفه لكم الاختيار اللي ما عندوش هاد القوالب ديال الكلاص. كناخذ هنايا القوالب ديال الكلاص وكندير فيهم في الاول، كندير العويدات من الاول ماشي حتى التالي، بعد مرات ملي كنديرهم كيبقى يتسرب لينا داك السائل. كندير العويدات ديال الكلاص وكنجيب هنايا السائل ديال الكلاص ديالنا، المزيج ديال ما بين الشوكولاته وما بين الموز. كنفرغ هنايا بهذه الطريقه هذه حتى كنعمر هاد القوالب. على فكره الحجم ديالهم راه كبير، راه كاينين هادوك ديال لي ماغنوم تيكونوا غير صغارين، غيخرجوا لكم حصص كبار اكثر، عدد اكثر. انا الحصص ديالهم كبارين كيف ما كتشوفوا، كلاص كبير هماوي، داك اللي كتشريوه ب 20 و 25 درهم، بداك 25 درهم غتحضروا 8، ب 25 درهم او اقل غتحضروا 8 ديال الكلاص في المنزل، واحسن من الجاهز اكثر بكثير. يعني ما تنفوتوش في 5 دقائق تنكونوا وجدناه، غير كياخذ لينا الوقت في المجمد. كيف ما كتشاهدوا معايا كنديروا هنا في واحد البلاطو وغادي ندخلوا للمجمد، كياخذ معانا من 5 سوايع ل 6 سوايع حتى الليله كامله. نتوما من الاحسن حضروه في العشيه، في الصباح تلقاوه موجود. داكشي اللي درت انا، حضرته يعني مع داك مور العصر ودرته في الثلاجه، في الصباح لقيته هو هذاك موجود حاضر ناظر. كناخذوا هنايا كذلك الشوكولاته، وكتبقى مرحله ديال التزيين اختياريه، ممكن تقدموه كما هو او تناولوه كما هو، كيجي خطير ومعلق ورائع. كيف ما يمكن لكم تستمروه في الشوكولاته باش كيجي تماما في الشكل ديالو بحال اللي كنقتنيوه من برا، ولكن المذاق لا علاقه باللي كناخذوه من على برا، كيجي المذاق ديالو مشكلط ومعلق وبزاف لذيذ. وصيبتي وعرفتي شنو صيبتي بالمكونات اللي فيه.
كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا الشوكولاته اللي كندير ليها شويه ديال اللوز او الكاوكاو او اي حاجه ديال المكسرات تكون عندنا محمره ومهرمشه، كنضيفها للشوكولاته كذلك تكون نوعيه من الاحسن جيده ما فيها باس، وكنغطسو. من ناكد على منين نغطسوه غير غطسه خفيفه ونطلعو ونبقاو نسقطروه راه تمتم كيهود لينا، وركزوا على القنيتات ديال فين كيكون داك العود في الاول حتى هما نغطيوهم باش منين نكونوا نتناولوه ما يبقاش يسيح لينا، تيكون داك الشوكولاته مركزه عليه في الاسفل. وعندنا عده طرق كيفاش ممكن اننا نحضروا الكلاص، يعني نديرو مغيف بواط ونخليوه حتى يقبط راسو وكنقدموه على شكل لي بول بحال اللي قدمت معكم الكلاص ديال الخوخ وكلاص ديال السويهله، كنقدموهم بلي بول هكاك بالمعلقات كيجي خطير ورائع جدا. بالنسبه انا حضرته بهذه الطريقه هذه كيحماقوا عليه الوليدات وكيتقام عليك في المنزل اكيد اكيد بالتريبل ديال اضعاف الثمن، اقل من اللي كتاخديه اعلى برا، يعني الموز يكون عندك ويكون قرب يهرى كتاخدي غير الشوكولاته 150 غرام شوكولاته كتخرجي 8 ديال لي كلاص كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، كيجي معلك ومشكلط وبزاف لذيذ، يعني واخا نعيا نشكر فيه ما غاديش نوفي حقه في المذاق والبنه. يا سلام اروع كلاص غادي نقول لك ممكن تذوقيه في حياتك هو هذا، جربيه وردي عليا الخبر. نتمنى ينال اعجابكم الاقتراح او الوصفه ديال اليوم، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، واكيد غنخلي لكم في رابط صندوق الوصف كلاص ديال الخوخ اللي كيجي اكثر من رائع كذلك بجوج المكونات، وغادي نخلي لكم كذلك في رابط صندوق الوصف كلاص ديال السويهله كذلك بجوج ديال المكونات وبلا سكر. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش فين كاين الرابط كتضغطوا غير على العنوان ديال هاد لا فيديو اللي كتفرجوا فيه كيطلع لكم الرابط ديال صندوق الوصف اللي كيكون فيه المقادير وكذلك الرابط ديال الوصفات. كنشكركم متابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله دائما على قناه سكينه صويريه، ودمتم في رعايه الله.